السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد آخر لاب في الـ OSPF، وهتكون آخر محاضرة لشرح الـ OSPF. المحاضرة النهاردة هنحل لاب 14. تعالوا نبص بقى إيه لاب 14، إيه المطلوب مننا فيه. لاب 14 أولا ده أنا مديت راوتر 6 إلى راوتر 12، تمام؟ وهعمل هنا EIGRP، يعني هخلي راوتر 12 يعلن عن نتوركس دي، تمام، الى راوتر 6 اوفر اي جي بي، وراوتر 6 هشغل عليه الاي جي بي على اللينك ده زي ما عملت في الريب، وهعمل ريديستريبيوشن على راوتر 6 بحيث انه يريديستريبيوت النتوركس الاي جي بي انتو الاو اس بي اف، ويديستريبيوت كل النتوركس الاو اس بي اف انتو الاي جي بي. واضح؟ طيب ده كده حاجات احنا هنعملها. تعالوا نشوف المطالب. بيقول لك كونفيجر اريا 3 از ا توتالي ستوب اريا. فين اريا 3؟ بيقول لك اريا 3 عايزين نخليها توتالي ستوب اريا. طيب تعالوا نبص على كونفيجريشن. طبعا ال ستوب اريا نخش الاول على نخش على راوتر راوتر 7، تمام. لو انا رحت الراوتر 7 وعملت شو اي بي راوت، اوكي، دي كل النتوركس اللي راوتر 7 يعرفها، ولكن اي نتورك مكتوب جنبها او اي 2 او او اي 1، طبعا هنا مكتوبه هتكون مكتوبه او اي 2، دي هنعرفها ان شاء الله لما نخش في الريديستريبيوشن، تمام. دي معناها او النتوركس اللي راوتر 7 يعرفها اوت اوف اوف الاو اس بي اف اللي هي من الريب، يعني دي النتوركس، اي نتورك مكتوبه مكتوب جنبها او اي 2 او او اي 1 دي نتوركس راوتر 7 يعرفها بس اوت اوف الاو اس بي اف، يعني مش نتوركس موجوده في ارياز. واضح؟ طيب اما خلي الاريا اريا 3 هو طالب ان هو ان هي تكون ايه توتال ستوب. طب لو انا خليتها ستوب ستوب يا ستوب يعني هيشيل كل النتوركس اللي ايه اللي هي الاريا اللي هي جايه من الريب. واضح؟ اللي هي اللينك ستيت تايب 7، تمام. طيب يعني لو انا جيت عملت او اس بي اف شو اي بي او اس بي اف داتابيز على راوتر 7، ادي ان تايب 5 اهو، تمام، وده السمري، ده اللينك ستيت تايب 4 اللي فوق، وده تايب 5. هنا بقى اما اخليها ستوب فهو هيهمل الجدولين دول. تعال نشوف هعمل الكونفيجريشن ازاي ده عشان اخليها ستوب، ونفس القصه لو انا اخليها توتال ستوب، تمام. هروح الى راوتر 7 كونف تي راوتر او اس بي اف 1، تمام. اريا دي اريا كام؟ اريا 3 ولا اريا كام ولا اريا 2 ولا ايه؟ اريا 3 ستوب، ودوس انتر. وبعدين هروح الى راوتر 2. خلي بالكو بتتعمل من الناحيتين، يعني من راوتر 7 وعند راوتر 2. طيب كلام جميل. هروح الى راوتر 2 واكتب ايه اريا راوتر او اس بي اف 1 اريا 3 ستوب انتر. حلو. تعالوا نبص بقى الى تمام. تعالوا نبص الى دو شو اي بي راوت او اس بي اف. هل طيب او اس بي اف ايه في ايه؟ شو اي بي راوت. تمام نستنى شويه اهو، تمام. دو شو اي بي راوت او اس بي اف. حلو. دي النتوركس الاو اس بي اف. هل ملاحظ اي حاجه جنبها او اي 1 او او اي 2؟ يعني نتوركس عارفها راوتر 7 ريديستريبيوتد؟ لا. طب هتقول لي يا باشمهندس يعني هل معنى ذلك، طب ما هو معنى الكلام ده ان راوتر 7 لو بنكت منه على نتورك من دول مش هيعرف يوصل لها؟ لا هيوصل لها. تعالوا نبص دو بينج 172.16.12.1 بيبنج اهو. ليه؟ لان خلي بالك من السطر اللي تحت ده، تمام. راوتر 7 اعتبر الاي بي ار بتاعه هو اللي هيوصله باي ديستنيشن نتورك مش موجوده في النتوركس اللي فوق. يعني انا رايح 12 على 12.1، صح؟ هل 12.1 راوتر 7 يعرف عنها حاجه؟ تمام. هل 12.1 راوتر 7 يعرف عنها حاجه؟ لا، اكيد لا، ده هنا ده مش موجوده في الراوتنج تيبل، ولكن هيستعمل السطر اللي تحت ده، بيسموه بقى ايه الاو اس بي اف ديفولت راوت. او اس بي اف ايه ديفولت راوت، هيعتبر معناها ان لو اي نتورك على اي سبنت الراوتر 7 هيطلع الى مين؟ الى 10.0.0.45 اللي هو الاي بي بتاع مين؟ اللي هو الاي بي بتاع راوتر 2، تمام. طيب كلام جميل. ده لو كانت ستوب. اما لو توتالي ستوب، توتالي ستوب بقى اي نتورك مكتوب جنبها او اي اي، تمام، هيهملها، هيشيلها هو راخر بقى، يعني اللي عارفها من اريا 1 واريا 2، تمام، واريا 4 واريا 5 هيشيلها. واضح؟ بس قبل طبعا ما نحولها لتوتالي ستوب، تعالوا الاول نكتب دو شو اي بي او اس بي اف داتابيز، تمام.
اه بصوا يا جماعه، الفرق ما بين داتابيس دي وداتابيس قبل ما ادخل الامر، كان في سامري اي اس بي ار، ده اللي هو فيه الاي اس بي ار انفورميشن. لو احنا مثلا رحنا كده للمحاضره الاولى، راوتنج بروتوكول بيكتشرز، اهو اهو التايب 4 ده السامري اي اس اي اس بي ار لوكيشن، تمام. انا قلنا في الستوب اريا بيهمل التايب 4 والتايب 5، صح؟ ده التايب 4 وده الايه التايب 5. بعد ما دخلنا الامر ينزل تحت خالص بقى، اللي هو اما حولنا الاريا ستوب، تمام، بقى موجود اهو تايب 1. انا اسف، ده تايب الراوتر ال سي تايب 1 وده تايب 2، والسمري اللي هو تايب 3 اهو، سمري ال اس اي اي بي ار سمري راوت، مفيش بقى حاجه لا تايب 4 ولا تايب 5، صح؟ طيب كلام جميل. اما لو انا خليتها توتالي ستوب، فهيلغي برضو اللينك ستيت تايب 3 اللي هو الاي بي ار، اللي هو الجدول الكبير اللي تحت. تعالوا بقى نعملها دي بقى، بتتعمل منين؟ هروح على راوتر 2، كنت مدخل اريا 3 ستوب، صح؟ هخليها نو سامري، يعني دونت سند السامري ال اس اي انتو ستوب اريا، هي ستوب. ولكن لما كتبت نو سامري، معناها انا بقول لراوتر 2 اما تعلن عن السامري راوتس او النتوركس اللي بره الى راوتر 7 ما تدخلهاش، تمام. وهنا بقى راوتر 7، تعالوا بقى نروح لراوتر 7، دوس اي بي داتابيز، او تشيل اتشال، صح؟ لو جيت تروح كتبت دوس اي بي او اس بي اف راوت او اس بي اف دوس اي بي راوت او اس بي اف، هنا هيقول لي بقى ايه، انا من الاخر اي نتورك انا ما اعرفش عنها حاجه، هطلع عن طريق ايه راوتر 2، هطلع عن طريق راوتر 2. ده هنا وريتك الستاب والايه توتال ستاب، هو طالب منك ان انت تخليها ايه توتال ستاب اللي هي اريا 3، وبيقول لك كونفيجر اجر بي او اس بي اف ريديستريبيوشن اون راوتر 6. طيب تعالوا الاول نكتب الكونفيجريشن الريب الاي اجر بي. انا طبعا عملت نو اي اجر بي راوتر اي اجر بي على راوتر 12 عشان اوريك كونفيجريشن اي اجر بي. هروح راوتر 12 كونفي تي راوتر اي اجر بي 1، بعد كده هعلل على النتورك 192.168.4.0 0.0.0.255 وايلد كارد ماسك، مفيش هنا اريا بقى في الاي اجر بي. بعد كده نتورك 10.0.0.56.0.0.0.3، وبعدين هروح الى الراوتر 6 كونفي تي راوتر او اس بي اف راوتر اي اي جي ار بي 1 نتورك 10.0.0.56 فقط، مش هعلن عن الباقي لان الباقي متصل بايه من راوتر 6 بالاو اس بي اف، يعني خليه يعلن بس في على النتورك دي في اتجاهها اي اي جي ار بي. لو انا رحت الراوتر 6 ودو شو اي بي الراوت اي اي جي ار بي، تمام، ده راوتر 6 مش عارف النتوركس اهو شو اي بي شو طيب لو جيت عملت شو اي بي انترفيس بريف فاصل 8 0 سلاش 1 0 سلاش 1 دي مش واخده اي بي اصلا وادمنستريفلي داون، هتكون في ايه فاصل 8 0 سلاش 1 اي بي اد 10 0 0 دوت 57 52 نو شوت، تمام اهو لو يا جربي اهو اشتغل، تمام. New adjacency show IP route EIGRP اهو بيقول لك ان انا عارف النتورك دي، تمام. بس لو انا رحت الراوتر 12 وجيت عملت دو شو اي بي راوت اي اي جي ار بي، هو ما يعرفش فقط، يعني هو ما يعرفش ايه، هو طبعا انا محتاج بس ادخل اي جي ار بي نو اوتو سامري، وراوتر 6 نو راوتر اي جي ار بي نو اوتو سامري، هلغي الاوتو سامرايزيشن، اوكي دو شو اي بي راوت اي اي جي ار بي. طبعا راوتر 12 ما يعرفش اي نتورك اي اجر بي على راوتر 6، راوتر 6 بيعلن عن النتورك دي بس، وراوتر 12 عارفها، هيضيف ايه تاني؟ تمام. طيب هل راوتر 12 عارف النتوركس الاو اس بي اف؟ لا مش عارفها. هعمل ريديستريبيوت على راوتر 6 عشان يعلن عن الاي اجر بي انتو الاو اس بي اف، ويعلن عن الاو اس بي اف انتو الاي اجر بي. عشان اعلن عن الاي اجر بي انتو الاو اس بي اف هروح على راوتر اي راوتر او اس بي اف 1 وريديستريبيوت اي اجر بي 1 سب نتس، وبعدين عشان اعلن عن الاي اس بي اف انتو الاي اجر بي راوتر اي اجر بي 1، بعد كده نتورك لا ريديستريبيوت ريديستريبيوت او اس بي اف 1، وبعدين متريك دخل خمس وحدات. هتقول لي دول بتوع ايه؟ ارجوك استنى لحد ما اشرح الاي اجر بي وريديستريبيوت هتفهم كل رقم من دول بيعبر عن ايه، تمام. طيب انا كده عملت ريديستريبيوت، لو جيت دخلت على الراوتر 12 دو شو اي بي راوت اي اي جي ار بي، اوه عارف النتوركس الاو اس بي اف، بس مكتوب دي يعني اي اي جي ار بي، اي اكس يعني اكسترنال، تمام، عظيم، حلو كده عملت تاني مطلوب. ها تالت مطلوب بيقول لك configure area 2 as an SSA area،
ان اس اس اي اريا. بصوا يا جماعه، لو انا رحت الراوتر، تعالوا مثلا نخلي النتورك دي ستوب اريا، تمام؟ فلو رحت الراوتر 4 تمام، عشان نخلي اريا 2 ستوب اريا، اروح راوتر 4 كونف تي راوتر او اس بي اف 1 اريا كام؟ اريا 2 ستوب. بعدين هروح الى راوتر 2 راوتر او اس بي اف 1، لا راوتر 6 6 راوتر او اس بي اف 1 اريا 2 ستوب. اوه بص يقول لك warning router is currently an ASPR while having only one area which is a stub area. اوه بص، لو انا بقى رحت الراوتر 4 لا تعالى، لو انا رحت الراوتر 7 حلو، انا عملت الديستريبيوت المفترض، ولكن دي ستوب، ستوب بتعلن مرور، بتمنع مرور اللينك ستيت تايب 5 تمام. وبالتالي راوتر 7، لو انا رحت الراوتر 7 تمام وقلت له شو اي بي راوت اوكي 192.168.0.255، يعني وريني تفاصيل النتورك دي، هيقول لك نتورك نوت ان ذا تيبل. ليه؟ لان دي ستوب اريا تمام، يعني بتمنع يعني هنا هتمنع مرور الادفيرتايزمنت بتاع الريديستريبيوت بتاع الاي جي ار بي انتو الاو اس بي اف، هيمنع مرورها من راوتر 6 الى راوتر 4 هيمنع تمام. طب عشان احل القصه احول الاريا الى ان اس اس اي تمام. خلي بالكم ان النتوركس اللي جايه من الريب تمام، اما تمشي في اللينك ده واللينك ده رايحه للراوتر 6، ده لينك ستيت تايب 5 واضح 5 تايب. اما راوتر 6 هقول لكم ليه تايب 5، ده الريديستريبيوتد نتوركس اللي جايه تمام من اي اس بي ار، والاي اس بي ار متصل باريا 0. طيب ده بقى الريديستريبيوت اللي جاي من هنا داخل في الستب تمام، از لينك ستيت في اللينك ده، يعني الريديستريبيوت نتوركس الاي جي بي ما تخش هنا في الاعلان بتاعها، هنا تبقى تايب 7. ايه الفرق؟ تايب 7 ريديستريبيوتد نتوركس متصل على اي اس بي ار، بس الاي اس بي ار مش متصل على اريا 0، يعني الراوتر 6 اس بي ار بس مش متصل على اريا 0. اما لو كان متصل على اريا 0 زي راوتر 3، فريديستريبيوتد نتوركس هتعلن جوه الاو اس بي اف از لينك ستيت تايب 5. اما لو الاس بي ار مش متصل على اريا 0 او الباك بون اريا تمام، يبقى ده لينك ستيت تايب 7. الستوب بيمنع مرور تايب 5 وتايب 7، اما النوت سو ستابي او الان اس اس اي بتسمح بمرور التايب 7. واضح؟ طيب تعالى بقى نحولها. هروح الاول على راوتر 4 تمام، واكتب راوتر هعمل نو اريا 2 ستوب اوكي، واروح الى راوتر 6 نو اريا 2 ستوب تمام. وبعدين هروح الى راوتر 4 وهكتب ايه بقى؟ اريا 2 ان اس اس اي نو سمري، يعني هيمنع اللينك ستيت تايب 5 ان يمر في اللينك ده، ولكن هيسمح بمرور اللينك ستيت تايب 7. يعني راوتر 4 مش هيعلن عن النتوركس دي الى راوتر 6 تمام، زي ما عملنا فوق، ولكن راوتر 6 ما يعلن عن الديستريبيوتد نتوركس هتعدي عادي جدا في الايه النت في الـ في الـ في, الـ في الـ اللينك. هروح للراوتر 6 واكتب ايه اريا 2 ان اس اس اي. ها تعال نروح الى راوتر 7 نوت ان تيبل. استنى شويه، لو انا رحت الى راوتر 4 دو شو اي بي راوت اهو 4، بصوا كاتب جنبها ان 2. ان 2 دي معناها ايه؟ تعالوا نبص من فوق كده اهو ان 2 ان اس اس اي اكسترنال تايب 2 تمام. طبعا ال1 وال2 دي انا اشرحها في الريديستريبيوشن، ايه الفرق بين اي 1 اي 2 ان 1 ان 2 تمام. اوكي راوتر 7 نو يو شو اي بي راوت اوكي عشان هي عشان هو توتالي ستوب، توتالي ستوب مش يعني مش راوتر 2 مش هيعلن عن التوتال ستوب ارياز جوه النتوركس جوه راوتر 7. طب تعالوا نروح الى مثلا راوتر 11. راوتر 11 انا ما خليتش الاريا اللي هي اريا 5 ما خليتهاش لا ستوب ولا توتال ستوب، انا شو اي بي راوت 4.0 لونجر بريفكسز تمام. هو فعلا عارف 4.0 اهو تمام. لو جيت كتبت شو اي بي راوت، لا شو اي بي او اس بي اف داتا بيز اهو، واخد طبعا النتورك دي ك اي ك ال اس اي تايب 5 تمام. اما لو رحت الى الراوتر 4 وكتبت شو اي بي او اس بي اف داتا بيز اها، بصوا يا جماعه
هنا اعتبر راوتر 4. خلي بالكو راوتر 4 خد النتوركس اللي الريديستريبيوتد اللي اعلن عنها راوتر 6 بتمشي كده كايه لينك ستيت تايب 7 اهي، لان راوتر 4 يعتبر 4.0 دي تايب 7 تايب 7 تايب 7 تمام. اما راوتر 4 يعلن بقى عن النتورك الريديستريبيوتد جوه الارياز الاريا 0 تمام، وكل اي بي ار ياخدها لناحيته هيعلنوا عنها كانها تايب 5 عادي جدا. عشان كده لو رحت الراوتر 11 بيقراها كتايب 5، اما راوتر 4 بيقراها كاي تايب 7 لان راوتر 4 موجود على الاريا الان اس اس اي تمام، لان راوتر 6 اما بيطلعها طلعها مباشره على راوتر 4 از تايب 7، راوتر 4 بيحولها من تايب 7 الى تايب 5 جوه الايه الاريا 0 وكل اي بي ار بياخدها للاريا بتاعته تمام. المطلوب تاني بيقول لك configure اي بي ار summarization on router 2 4 and 10 4 2 and 10. طيب فين 10 ده؟ 10 تمام. بصوا يا جماعه لو انا رحت الراوتر مثلا راوتر 4 او تعالوا نروح مثلا الى راوتر 9 راوتر 9 تمام. راوتر 9 لو كنت كتبت شو اي بي راوت تمام هلاقي ان هو بيعلن يعني بيسمع النتوركس 12 13 14 15. انا عايز اختصر النتوركس دي، خلي بالكم ان كل نتورك من دول ممكن تختصر على سلاش 21، ممكن تختصر على سلاش 21 على ما اعتقد يعني مفترض لو مثلا جيت النتورك دي تمام. تعالوا نعمل السمرايز، انا عندي 0.0 صح الاوكتت المتغير اللي هو الاوكتت الثالث 0 تمام، وبعدين ده اللي هو 0.0 تمام، وفي .1.0 .1 ده يعني 1000 2.0 تمام، ده يعتبر 0100 والتلاتة 1100 الأربعة 100 اوكي تمام. يعني انا ممكن هنا 16 اوكي زائد 6 يبقى 22 22 المفترض كده لا كده يختصروا الى 22 تمام. فانا ممكن طبعا نتوركس دي اسمرايز النتوركس دي لسلاش 22، يعني من الاخر انا ممكن اخلي راوتر 4 راوتر 4 مثلا بيعلن يعني تعالوا بس نتخيل راوتر لو انا جيت لراوتر 9 وكتبت ايه شو اي بي راوت تمام شو اي بي راوت 172.16.0.0 تمام longer prefixes بيقول لك ان انا عارف مثلا انت هنسمرايز النتوركس دي اللي هي ايه 172.0.1 اهو .2.3 مين اللي بيعلن عن النتوركس دي؟ راوتر 4 انتو طبعا راوتر 6 بس راوتر 4 بيعلن عنها جوه اريا 0 وراوتر 5 بينقلها الى راوتر 9 صح ولا لا؟ طيب كلام جميل. عشان اعمل سمرايز تمام بيكون من اريا لاريا على الاي بي ار، فانا عشان اخلي الاريا فوق راوتر 4 يسمرايز النتوركس دي تمام هروح الى راوتر 4 وهكتب الامر ده راوتر او اس بي اف 1 اريا 2 سمري اريا 2 اريا 2 رينج اريا 2 رينج 172.16.0.0 من 55 ل 55 السلاش 22 يعني انا ما خدتش 3 يعني 252.0 اوكي. تعالوا نروح الى راوتر 9 نشوف بقى هل الفور نتوركس دول زي ما هم ولا لا. تم اختصارهم صح. هعمل نفس القصه بقى على ايه عند راوتر 2 تمام. هروح الى راوتر 2 راوتر او اس بي اف 1 اريا 3 رينج 172.16.4.0 255 252.0 اهو. اروح الراوتر 9 هي المفترض اللي هي 4 و5 و6 اهو اللي هم 4 و5 و6 و7 هو طبعا كان كاتبهم هو 4 و5 و6 و7. تعالوا نبص بقى اهو تم اختصارهم اهو صح كلام جميل. انا وعايز بقى لو انا مثلا رحت الى راوتر 4 مثلا راوتر 4 وجيت كتبت دو شو اي بي راوت او اس بي اف ها ودوست انتر النتوركس المتصله براوتر 11 اللي هي كام بقى اللي هي دوت 8 و9 اللي هي 8 و9 10 11 في الاوكتت الثالث اللي هي 8 8 اهو و9 و10 و11. طب دي بقى هختصرها ازاي؟ هختصرها عند الاي بي ار اللي هو راوتر 10 اللي بيربط ما بين اريا 5 واريا 4 تمام. فاروح بقى ايه عند راوتر 10
وكونفتي راوتر او اس بي اف 1 اريا كام بقى؟ دي اريا ايه؟ النتوركس دي في اريا كام؟ في اريا 5. في اريا 5 رينج 16 8 دوت 0 255 252 دوت 0. ها وبعدين لو رحت الى راوتر 4 تمام تاني 8 تم اعلان عنها بايه؟ سلاش 22. عظيم، حلوة قوي كده. طيب كده عملت الاي بي ار سمرايز، يعني كل اي بي ار، يعني ده مثلا اي بي ار خليته سمرايز النتوركس اللي بيعلن عنها من اريا 5، من اريا 5 لاريا 4، وخليت راوتر 2 يسمرايز النتوركس اللي في اريا 3 اللي بيعلن عنها من اريا 3 الى اريا 0، وكذلك نفس الامر على راوتر 4. فاضل بقى راوتر 3. كل الـ لو جيت مثلا على راوتر 4 هلاقي ان هو النتوركس اللي جنبها اي 2 تمام كام واحده؟ 1 2 3 4 صح؟ ال 12 13 14 15. انا عايز بقى راوتر 3 يسمرايز النتوركس دي وهو بيعلن عنها جوه الاو اس بي اف، يختصرها تمام. فانا هروح الى راوتر 3 وهروح كونفتي راوتر او اس بي اف 1 تمام سمري ادرس تمام، اكتب كده سمري ادرس 172.16.12.0 55252.0. اها تمام، تعال نروح الى راوتر 4 كده. لو اما كنت بروح مثلا لراوتر 9، راوتر 9 بص بقى، بص اللي جنبه اي 2 اللي هو 172.16.12.0 تم اختصاره، 8.0 تم اختصارها، 4.0 تم اختصارها، 0.0 البلوك، يعني البلوك اللي هو 0.0 ده اللي بيعبر على سلاش 22 اللي بيعبر عن ايه؟ 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 ده اللي هو في اريا 3 اللي هو بيعبر عن 4.0 5.0 6.0 7.0 وهكذا تمام. حتى النتوركس ريديستريبيوتد خليت راوتر 3 يعمل لها سمرايزيشن هو بيعلن عنها جوه الايه الاريا 0. كان لاب لذيذ. كلمنا عن السمرايزيشن من الاي بي ار سمرايزيشن وكذلك الاس بي ار سمرايزيشن، الستوب اريا والفرق بينها وبين التوتالي ستوب، وكذلك التايب 7 والتايب 5 لينك ستيتس، وكذلك ال NSSA area configuration. الناس اللي مش فاهمه حته السمري يا ريت ترجعوا لمحاضره السمري في محاضرات السبنيتنج. انا يعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.